الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله أهل الحمد والثناء المتوحد بصفات المجد والعلاء لعرى الحق فاصمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذابه يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد هو سيد الأولين وهو سيد الآخرين وهو السيد على كل من لله عليه سيادة شاء من شاء وأبى من أبى اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعليكم وعلى المؤمنين أجمعين إلى يوم القيامة وبعد عباد الله يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ويقول لنا كذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ربما ونحن نفخر ونباهي بأننا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وبأن الله تعالى قد أكرمنا بالإسلام وبهذه العقيدة السمحة، عقيدة الوسطية والاعتدال، عقيدة الحق. أن من أهم خصائص هذه العقيدة وهذا الإسلام وهذه الرسالة أنها ربانية، ليست من صنع البشر، هي من عند الله سبحانه وتعالى، وهي من معين واحد، هي من المعين الذي ارتضاه الله تعالى لنوح ولإبراهيم ولموسى ولعيسى عليهم جميعا وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعندما نتحدث عن عقيدة ربانية يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ارتضاها لنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ربما من خصائص هذه العقيدة أنها عقيدة إنسانية، أن الله تعالى أنزلها على بني الإنسان، الذكر إنسان والأنثى إنسان، السلطان إنسان والمحكوم إنسان، الغني إنسان والفقير إنسان، الكبير إنسان والصغير إنسان، العربي إنسان والعجمي إنسان. فهي رسالة إنسانية جاءت من أجل تنظيم حياة الإنسان، أن ينشأ بين الناس حب، أن ينشأ بين الناس تعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هذه الخصائص التي تخرج من هذه الآية أن من أهم سمات الإسلام ورسالة الإسلام الواقعية والمثالية. عندما نتحدث عن الواقعية يعني عن واقع حياتنا، لا نتحدث عن مذهب فكري بعيد، إنما جاءت لعلاج قضايا الناس صغيرها وكبيرها، كافة القضايا يتدخل الدين في كافة أعمالك، في سلوكك، حتى في دخولك بيت الخلاء أعزكم الله، عند منامك، في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع أبنائك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك في مجتمعك، علاقة المجتمع مع بعضه البعض، علاقة الدولة مع الدول، مع الآخر، مع بني الإنسان، كل الإنسان. وقد أوجدت لكل مسألة علاج، وهذا من عظمة الإسلام. ولذلك قال الله تعالى فينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس بوظيفة مهمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العودة إلى الربانية، ومن سماتها كذلك أنها مثالية، ولا أقصد هنا بالمثالية الخيالية، حاشا، إنما يمكن أن يتمثل الإسلام فيك مثال، تكون أنت مثال لهذا الدين. لذلك قال الله لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هو المثال. قل إنما أنا بشر مثلكم،
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويحب ما يحب الناس أو ما تحبه النفس ويعاف ما تعافه النفس. هو بشر كسائر الناس، تميز بأن الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه هي الميزة، وهو حجة على من ظن أن الرسول يختلف عن باقي الناس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، حتى يكون مثال يتألم كما يتألم الناس ويحتاج إلى أمور كما يحتاج الناس، وإلا لقال الناس نحن لسنا كالملائكة يتحملون الصيام ويصبرون على الآلام، أما نحن بشر. ولكنه مثال وهو أعظم الأمثلة. فإذا اجتمعت أخلاق البشر كل الناس بقيمها بالدين، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. شمائل الأخلاق، كمال الأخلاق، كمال الصفات ممثل بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكل من يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه عظمة هذا الدين. عندما نتحدث عن إنسانية الدين نجد أن هذا الإنسان يشعر بأخيه الإنسان ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، يشعر أنه يتكلم من خلال مجموع ويعيش مع مجموع ويحب الخير للمجموع ويهتم بأمر الناس كل الناس ويحاول أن يمنع السوء والأذى عن الناس حتى يتعدى ذلك بإنسانية إلى عالم آخر ربما بين هلالين، عالم الحيوان. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة قطة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض؟ ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أجر رجل تاه في الصحراء وأصابه ما أصابه من عطش فإذا به يجد بئرا فينزل فيستقي ويشرب يطفئ ظمأ نفسه، ولما خرج وجد أعزكم الله كلبا يلهث من شدة العطش، قال أصابه ما أصابني، فلم يجد ما يخرج له به الماء فنزع خفه وملأه بالماء وسقى الكلب داخل الجنة. أي إنسانية أعظم من هذه؟ ولكن ربما هي قصة تناقلتها وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة. في البداية عجبت من ذلك الشخص عجبا شديدا، تناولته وسائل الإعلام ببطولته الفائقة في طرابلس لبنان عندما هجم أحد الإرهابيين بسلاحه، تصدى له منعه وأصيب هو بجراح، وجراح فوق المتوسطة بل خطيرة، يفتدي بنفسه من أجل إخوانه. تعجبت، ولكن تحول عجبي إلى فخر واعتزاز، وربما فخر واعتزاز لكم جميعا. لماذا؟ عندما تناولت وسائل الإعلام هذا الخبر البطولي لم تذكر هذا الشاب من أين، إنما شاب
البعض ذكر اسمه، قال أن اسمه صابر، صابر مراد، جميل أن يذكر باسمه، ولكن لماذا تحول الإعجاب إلى فخر وإلى اعتزاز؟ لأنه فلسطيني، ويحق لنا أن نفاخر وأن نباهي بهذا العمل البطولي. لماذا لم يذكروا أنه فلسطيني في البداية؟ لماذا يريدون أن يحرمونا من هذه السمة، من هذه البطولة، من هذا الفخر؟ ونحن نؤمن بقول الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هو كان يدافع عن كل البشرية وعن كل الناس، وأنه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن يحق أن تفاخر. هو فلسطيني، نعم. وزاد إعجابي أنه قد وجد التقدير والاحترام على كافة المستويات من بعد، وكان أجل هذه المزايا وهذا الاحترام وهذا التقدير من القيادة الفلسطينية، من سيادة الرئيس مباشرة. موقف كما يقوم بتكريم الأوائل في حفظ القرآن الكريم من المبدعين، هذا له ميزة وتقدير مختلف، حتى أنه أرسل وفدا عالي المستوى من أجل تقليده بوسام الشجاعة، لأنه فلسطيني. ويحق لنا أن نرسم هذه اللوحة في العالم الذي يظن أن الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال هو ظالم لا سمح الله. الفلسطيني لا، الفلسطيني بنى بلاد وبنى حضارات، الفلسطيني نال من المراتب العلمية وتبوأ منازل عظيمة في دول متقدمة كأمريكا وكروسيا وكفرنسا، وساهم على كتفه ببناء دول هي من أغنى الدول الآن. يحق لهذا الفلسطيني الذي ينتج، أقول ينتج، في كل عام أكثر من 200 أو 300 حافظ للقرآن الكريم، وما دخل مسابقة في حفظ كتاب الله إلا وتجده الأول على مستوى الذكور والإناث. أعطي هذه الكرامة، وهو أعطى نفسه هذا الوسام وقلد نفسه هذه الميزة ليبقى رقما صعبا إن شاء الله في المعادلة الدولية وفي معادلة الحضارة وفي معادلة الإيمان وفي معادلة الاعتقاد وفي كافة المعادلات التي ترفع الرؤوس. كم من صحيفة كتبت عن مبدعين فلسطينيين، كم من فلسطيني تبوأ مناصب عليا، حتى أن بعضهم رشح نفسه في دول أخرى وفاز في الانتخابات. سمو الأخلاق والعلم والمعاملة، نجد هذه الصفات هي وليدة تراث، ليست وليدة جغرافيا فحسب، إنما هي وليدة تراث. هذا التراث كالنوابت، وما هي النوابت؟ عندما نظر الفلاح إلى حقله الذي زرعه بحبات القمح، وجد أن بقعة في الحقل تميزت عن أخواتها، عن سائر البقاع. القمح أعلى مستوى، أنهض، أكثر يناعة، قمح وكأنه يبتسم. قال في نفسه: المحراث واحد والحب واحد، فما العلة؟ العلة أن التربة مختلفة، التربة بها شيء مختلف. افحص هذه التربة، افحص أصل فلسطين وشعب فلسطين، ستجد أنه يمتد إلى عمق التاريخ، وأنه وليد حضارات،
وأنه متبع للعقائد الإلهية، وأنه يحافظ على عهده مع الله ومع وطنه ومع بلاده. لذلك هذا القمح مميز، وهذا النبت مختلف. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بتحقيق آمالنا وبزوال الاحتلال عنا، وبإقامة العدل والمحبة بين الناس، إنه سميع مجيب الدعاء. ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا مباركا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي خضعت وخشعت له السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلاة دائمة باقية واصلة إلى يوم القيامة. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم من عصيانه ومن مخالفته. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أيها المؤمنون، أحباب الله، 4380 يوما، ما هي؟ هي 144 شهرا، هي 12 سنة. وشعبنا الفلسطيني يعاني من كلم، من جرح عميق، الانقسام الذي أضعف الصف، الانقسام الذي منذ لحظته الأولى، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد الصف وأن يلم الشمل وأن يعيد المفقود الوحدة. حدث مؤلم لا بد إذن معه من وقفة. يستنكر كل الفلسطينيون هذا الانقسام، ويدعونا بعودة الوحدة من أجل أن يقوى هذا الظهر، ومن أجل تحقيق الآمال. 4380 يوما، والله إنها أمد، وإنها مصيبة، وإنه ألم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني أن ننتصر لتحقيق المصالح العامة على الخاصة، وأن نعود خلف غاية واحدة ورجل واحد وعلم واحد ومصلحة واحدة وأمل واحد؟ وفلسفة هذا الموضوع في قلوبكم أنا أعلم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد الوحدة، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، جميعنا نتوحد على كلمة واحدة، على لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد تدعو إلى الوحدة. نصلي إلى قبلة واحدة، نقرأ كتابا واحدا، نقف في صفوف في صلاة واحدة، ثم بعد ذلك القلوب تزيغ. والله لا يجوز، لا نملك إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا المفقود الذي لا يخدم إلا أعداء هذا الشعب وأعداء مصالحه وأعداء مستقبله. التحية لكل من يدعو إلى الوحدة، التحية إلى من يعمل ليل نهار من أجل توحيد هذا الشعب وهذا الصف. اللهم يا رب العالمين،
وقفنا ببابك ولدنا بجنابك، نسألك من فضلك ومنك وعطائك، فلا تحرمنا المن والفضل والعطاء، وأنت أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، واجمع على الحق كلمتنا، اللهم لم شعثنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وزوال غمنا وحجتنا يوم لقائك لا حجة علينا. علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم بحفظك العظيم الذي حفظت به السماوات والأرض أن تزولا، احفظ لنا فلسطين وشعب فلسطين، واحفظ لنا القدس والمسجد الأقصى من كل سوء، من اعتداء المعتدين ومن كيد الكائدين ومن طمع الطامعين يا رب العالمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا أو جريحا إلا شافيته وعافيته، ولا غائبا أو أسيرا إلا سالما إلى أهله أعدته يا رب العالمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أتابنا وأتابكم الله. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم الأرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.